أم إيلين، أم حيدر، أم إسلام. أم حيدر ما شاء الله. أنا حيدر شايفة أسهل واحد ويطلع بسرعة. أم حيدر. أم حيدر. أهلا وسهلا أم حيدر. إحنا برنامج على الماشي من شاشة الفرات الفضائية. كل الهلا بيكم. دائما ما نكون على تماس مع يعني مع المواطن بصورة عامة. أكيد. دائما ما نحب نسمعه، نتناقش وياه. طبعاً. صح هو البرنامج مسابقات وهاي، بس هو مو غايتنا المسابقة ولا غايتنا السؤال ولا غايتنا إنه يفوز أو ما يفوز. طلتكم علينا ومشاركتكم ويانا. نحب نتناقش ويا الآخرين، نحب نسمعهم. بالبداية صار قد تشتغلين هذا المكان؟ تقريباً 4 سنوات. 4 سنوات. وايد. أي وايد. ما تعبتي؟ أكيد ماكو شيء يجي بالهين، وكل الشغل كل شغل بيتعب، وما الرزق الحلال لازم يجي بالتعب أكيد. عافية عليك. صح. أنا عندي بيبيتي الله يطول بعمرها. الله يطول بعمرها إن شاء الله يا رب. الله يسلمك. من نقعد نحكي بالبيت، هي ما شاء الله ماكو سالفة عندها زايدة إلا بيها حكمة. أكيد طبعاً هالقبل. تقول لي مصطفى قبل الدنيا صغيرة. بس نشوف بيها كل شيء. صح. مجتمعهم هسه الدنيا كبرت. بس ضاقت بعين بنادم. بالضبط. بالضبط. قبل كانوا عايشين على نياتهم. ايه؟ محبة، صلة رحم. يعني هواية هواية شغلات يختلفون عن هسه. صدقينها ولا زالت أولاد بالضبط. الحلال موجودين. أو يجوز هسه إحنا الحمد لله عايشين بخير، يجوز الجيل اللي بعدنا همنا راح يشوف هذا المنظور اللي إحنا نشوفه. ما نعرف لكل زمان دولة ورجال. أي بالضبط. على طالب سلام الله عليه. الحمد لله وشكر على كل زمان دولة ورجال ما تعرف. صح. صح؟ صحيح صحيح. وبكل جيل يعدي. يجي جيل جديد هو عنده باكراوند خاص بيه، عنده توجه خاص بيه، ما راح تعرف ايش راح يصير. صحيح. ام حيدر انت مثال للامراه العراقيه البطله المناضله اللي تحاول تنجز وتعيش عيشه كريمه. الحمد لله والشكر على كل حال. الله يوفقك. الله يسلمك ويرزقك. الله يسلمك ان شاء الله يا رب. تشوفين اولادك شهايد ومكسر الدنيا. والله هو هذا مبتغانا بالحياه. واهم شيء ودوش للعمره وللحج همين. والله هو هذا مبتغانا بالحياه. الله يسلمك نورتونا. لا بالعكس. رحم الله والديك. احنا اسفين على ازعاجك. بالعكس بالعكس. مو احنا اللي منوريك، انت منورين الدنيا. يعني انت منوره الدنيا. الله يسلمك. هذه هديه بسيطه مقدمه من شاشه الفرات من برنامج على الماشي. مشكور. تحياتنا لك ام حيدر. شكرا جزيلا. شكرا. اسفين على الازعاج. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. الله يوفقك. اهلا وسهلا. في امان الله. الله باي باي. يلا بعدنا مستمرين وياكم في برنامج على الماشي اللي يجيكم عبر شاشه الفرات الفضائيه. تعالوا على مود نكمل مشوار حلقه اليوم. يلا.